النيه ديالي راه 15 عام وهي مريضه، كتعاني كتمشي وتجي كتضحك ما عاقلاش على شنو كدير. وانا ما خدامه ما ردامه وليدي وارماله، ما عندي حتى حاجه، عندي الله تعالى انا اللي مكلفه بها. كنمشي وكتعاونوا معايا الناس وكنجيب ليها الدواء وهذاك الشيء، ولكن الدواء الغالي ما عنديش القدر باش ناخذه ليها، كناخذ ليها على المهم، ما عندي لي باش ندوز ليها لا والو. كنت نشد دواء من بن سليمان كانوا يعطيوه ليا، ملي تقطع الدواء مابقاوش يعطيوني، كيقول لك سيري شريه وانا ما عنديش باش نشريه. يما اللي كان الدواء كيعطوني على داك المهم، ملي ما بقاش الدواء راه شريت انا على قدي، نتكلف ونشري على قدي، ما عندي حتى حاجه، ما عندي، عندي الله تعالى هو اللي كاين. هذاك الدواء الغالي كيدير 7000 ريال الباكيه، وداك المهم كيدير 340، يعني وهذاك كتشرب منه نص الصباح ونصف العشيه. الشهر كيدي الشهر، هذا هو اللي كاين، ولكن الغالي راه بينه وبينه شحال هادي. هما ما كانوا ما يدقزوا ليا ما والو، كانوا يعطيوني في الرانديفو في الاول ما بقاوش يعطيوه ليا، ما بقاو يعطيوه لا رانديفو لا والو، عاد شرب الدواء وصافي كيعطيوني داك المهم تشربو، وبعدي تما كاين شي نمشي نشريه لراسي، نمشي خاسره المركوب ونجي خاسره المركوب، ونجيب لا دواء عاد نشري من جمعه ولا نطلع للكار بالمركوب، عايشه على قد الحال. انا من ميتراج دير انا بقيت ناوليه دير ما عندهمش حتى هما، كيعيطوا لي ناكل ونشرب، وهاد الدري راه تا هو خدام، هو عنده وليدات وكل واحد يلا عنده مسؤوليته، دواء ما كيشريوش ليه ما عندهمش باش، هو الماكله والشرب راك تاكل وتشرب على قد الحال، وهذا الشيء اللي كاين. والدعم خديتو شي دعم هاد الايام؟ الدعم عطاونا في الاول ديال المعاونه، شديت انايا والدريه، هذاك ما عطاوش، قالوا لي عطينا لامك واختك حتى ما نعطيوكش على حساب باركه معاك. ايوا بقى شحال عقبو تاني داك المعاونه التالية، تاني جابوا لقى واحد القفه ما عطاوش للدريه، عطوني غير انا، وعاد جابوا لهذا قالوا لي ما شادش، عاد جابوا لي ديك القفه مهمه ماشي بحال الاولى زوينه، وهذوك الاخرين شويه الله يجعل البركه وصافي. والدعم ديال الفلوس باقي ما شدينا والو حتى حاجه، ما عمرني شديت. هادي عامين كانوا مقيدنا كيقول لك حق الارملات كيتخلصوا، حنا ما عمرنا تخلصنا تنهار، غير يقيدونا ويمشيو على المقدم، اللي كيجي ياخذ من عندنا السميه والكنيه والنمره ديال لاكارطات، هذا هو اللي كاين. وغادا نطلب منكم اليوم تعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير، وهاد الدريه هي خاصه باش الدواء، وانا راه تشوفوا الحاله هي دايره على قد الحال. السلام عليكم، انا مصطفى الخداري من دوار بريغيد جامعه احلاف اقليم بن سليمان. الحاله الاولى اللي بغيت نهضر عليها هو بالنسبه للدعم. انا كنت خدام في المحمليه، كنخدم وانا السكنه ديالي في بريغيد، كنخدم مساعد بناي، كنخدم مع البناية، راميد وافي ليا، دفعت بلاكارت، المرة الأولى قالوا لي أنت العمل ديالك مستثنى من الدعم، مني درت الشكاية كنلقاها في طور المعالجة، هذه مدة شهر دابا، في طور المعالجة باقي ما شدينا منها، وحنا الظروف ما يعني على قد الحال. الا ما تنقلناش ما هنا ما كاينش العمل، خاصنا نتنقلوا حتى للمدينه عاد ممكن نخدموا، هنا ما كاين لا عمل ما كاين كسيبه، الحاله شويه ضعيفه الجفاف. وبالنسبه للاخت ديالي ها هي مريضه، خاصها الدواء، خاصها 50 فرنك ديال الدواء تقريبا في الشهر، ولا ترونسبور ما بين ترونسبور ودواء دواء كيدير 7000 ريال، ودواء اخر كيدير شي حاجه قليله شي 500 ريال، ولكن ما بين ترونسبور خاصك 50 فرق في الشهر، وحنا الحاله ضعيفه ما عندكش امكانيات وما خدامش، والوليد الله يرحمه انا هو معيل العائله الوحيد، مرضت ممكن شي 15 عام، هذا
كانت كتقرا في المدرسه المستوى الدراسي ديالها خامس ابتدائي. مني وصلت خامس ابتدائي مرضت، ما خلينا، مشينا عند الطب، مشينا عند الفقهاء، ما عندهاش مرض ديال الفقهاء، مشينا عند الطب خرجوا لي الدواء ديال الكالم، يعني باش ما تبقاش ولات. هي كانت واحد الوقت كديه كتمشي، ودابا حاليا مع الدواء شويه كيكالميها، ما بقاش ولات بعدا مزيان، كتبقى في الدار واخا ما كدير حتى حاجه، يعني بحال معاقه ذهنيا. وبالنسبه ملي كنمشيو لدار قيد، حنا كتبعد علينا دار قيد ب 24 كيلومتر، ما عندناش امكانيه تادق باش غتمشي وتبقى تطلع وتهبط لبن سليمان، بعيد منا ب 50 كيلومتر. وكنطالب نطلب منكم هاد الجمعيه تعاون هاد الاخت هادي، باش يعني باش تداوها، باش تعيش، وباش تاخذ الدواء ديالها، يعني خاصها باش تداوها، خاصها الرانديفو. كنمشيو للسبيطار ولا كيعطيك على رانديفو، ما كيدوزوش ليها. هادي مده تقريبا شي 3 سنوات، وكل مره كنطلعوا لدار قيد باش كنجدوا الورقه، كيقول لك جد الورقه، مش ممكن حنا نعطيوك الدواء، وهاد الدواء كيتقطع. كنعيشوا بالكريدي، كنعيشوا حنا كنتسلفوا. حنا الحمد لله ملي كنمشيو للسوق كاين ناس كيعرفوا كيسلفوا، كنقدر تقدا بلا فلوس. كنتسناو في هاد المعاونه الا جات ان شاء الله، هادشي اللي كنتسناه، هذا هو المعيشه ديالنا. وكنطلبوا من الله يرفع علينا هاد الوباء، باش حنا نمشيو نقلبوا على راسنا، باش هذه هي المعيشه ديالنا. حنا ساكن في العروبيه، كنتنقل للمدينه باش كنجيب لقمه العيش ديال الوليدات والاخت والام.